بمجرد هطول غيث السماء ولمدة قليلة تكتشف حجم الأضرار التي صرفت عليها ميزانيات انفجارية لإصلاح هذه البنى التحتية ومدى تلكؤها تجاه ما توفره للمواطن العراقي في الفترة الحالية. عمي هي وضعية، هاي كل سنة هاي الأمطار هيك وهاي تغرق البيوت، كانت لا مجاري تشتغل، لا كل شيء ماكو، لا خدمات. ما تقولوا لي هاي وين راحت فلوس العراق؟ وين عم والله صدق فلوس العراق وين؟ سويعات تعد على أصابع اليد لتفيض البالوعات بمياه آسنة، ليستغيث المواطن بمساعدة كوادر المسؤولة عن الموضوع ذاته، ناهيك عن تعطيل عملهم ومدارس أطفالهم اليومية بسبب صعوبة السير في الشوارع الداخلية. تمطر الدنيا تكون بعد ابنك ما يقدر يطلع من البيت، ايش بايديك ما الغطين؟ هو هذا غلط. احنا مكيفين، احنا بلاد الخير، احنا ثاني احتياط نفط بالعالم، لان احنا كل شيء ما عندنا. الجهات المختصة أوضحت قلة إمكانياتها الآلية في العمل من جهة، ومن جهة أخرى بسبب المواطن الذي يقوم بتعطيل عمل مجاري مياه الأمطار لما يرميه من مخلفات البناء والأوساخ في الشوارع العامة. شرعت كوادرنا، كوادر مديرية مجاري كربلاء المقدسة، ومن ليلة أمس بتنظيف وتسليك فتحات التصريف الجانبية الخاصة بمياه الأمطار، ورغم قلة الآليات والأيدي العاملة، وقد لاحظنا خلال تجواننا في المدينة قيام بعض المواطنين وأصحاب الدور السكنية التي قيد الإنشاء برمي مخلفات الإنشائية ومواد البناء في فتحات التصريف الجانبية، مما أدى إلى انسداد هذه الفتحات وبالتالي طفح وغرق الشوارع. بعد سويعات قليلة من هطول الأمطار في محافظة كربلاء تكشف مدى تلكؤ المشاريع التي دام العمل بها لسنوات عدة بإعادة تأهيل البنى التحتية داخل المحافظة، التي بواسطتها يمكن تقديم الخدمة للمواطنين. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.